السلام عليكم، اهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نستعرض معكم سرعه الاجهزه. هذا الجهاز اللي على اليمين على الاي او اس 13 النسخه التجريبيه الاولى. هذا الجهاز اللي صار على احدث نظام من ابل الرسمي اللي هو الان نازل اخر تحديث عندي 12.3.1. هذا اللي هو موجود هنا اليوم مثل ما نشوف، هذا عليه 12.3.1 وهذا اي او اس 13. يعتبر الحين مقارنه مضبوطه ان نظام رسمي نازل حق الكل، الحين تقدر تستخدمه قبل منزلته العام لكل المستخدمين، نظام تجريبي قبل منزلته للمطورين. طبعا النظام هذا على اليمين ابل تقول لك انه اسرع من هذا، ابل سوت حركات فيه وعدلت فيه انه صار اسرع من اي او اس 12، لكن بما انه تجريبي الحين فما راح نتاكد 100% انه يكون اسرع. ابل قالت لك اسرع، بس اللي تتكلم عن ابل اللي نزل حق العام راح يكون اسرع من اي او اس 12. الحين بما انه نسخه تجريبيه فاحنا متوقعين انه يكون ما باسرع، برضو النسخة التجريبية وبرضو الأولى مش الثانية أو الثالثة، فراح نشوف الحين. إذا كان أسرع فشي يبهرنا، يعني إذا كان نسخة تجريبية وأسرع من العامة زين على زين. فنبدأ معكم البداية، أول حاجة نطفي الجهازين ونشوف سرعة الإقلاع حقهم. فبما أن الجهازين الحين هذا الآيفون 10S وهذا الايفون 10R، فحلو فيهم ان المعالج نفس المعالج، سرعه الذاكره نفس سرعه الذاكره، فيعتبر متعادلين في السرعه. نبدا الحين معاكم كبدايه، ما بيضغط الزر واشغله علشان ما يكون ضغط الزر حقي يمكن يختلف عن السرعه بالجهتين. فايش بنسوي؟ راح اركب الشاحن في نفس الجهازين. اوكي، الحين شبكته مع نفس المدخل الكهرب، فبشغل اتصال الحين ونبدا. 1 2 3 شغلت اتصال الحين، بس انتظر اي واحد منهم يشتغل. اوكي، اشتغل هذا قبل ثاني بعده. فاي او اس 12.3.1 اشتغل قبل اي او اس 13، لكن معني من تشغيل العلامه ابل راح نشوف من اللي يفتح البدايه. طبعا بالنسبه لي راح يفتح هذا، ايوه مثل ما نشوف اشتغل عندنا هذا قبل هذا مثل ما نشوف. تحس ان هذا كانه الايفون 3GS. مثل ما قلت لكم شيء متوقع لانه اوكي اشتغل اخيرا، شيء متوقع لانه السوفت وير النسخه التجريبيه. طيب لو نشوف معاكم الشيء الثاني، فتح القفل. طبعا ما راح اجرب على الجهاز الثاني، ليش؟ لان الاي او اس 13 راح يعطي الاي او اس 12.3.1 10 صفر بسرعه فتح الفيس امك. مثل ما نشوف جهاز مسكر، ترفع على وجهك فتح على طول. مثلا جهاز مسكر ترفع على وجهك فتح، رجع مره ثانيه فتحه. مثل ما نشوف هذه نسخه تجريبيه برضو سريع بشكل ملحوظ. في تشغيل الجهاز هذا اسرع، في فتح الفيس انلوكت الاي او اس 13 اسرع. طيب نجي معاكم الحين فتح البرامج، نتجرب اول واحد. طبعا اول حاجه نسكر البرامج الخلفيه، طبعا هنا من يوم لبكره بتم كذا وانا اسكر. هذا ما عمري سكرته البرامج فيه، فنسرع المقطع معاكم شوفوا كم. طبعا اللي يقول لي ليش ما تسكر البرامج، فتحوا القناه عندي سويت لكم مقطع ليش ما تسكر برامج اصلا الخلفيه، وهو افضل اصلا. اوكي، الحين البرامج اثنين هم مسكرين ما في اي شيء مفتوح. نجرب الحين نفتح الاعدادات. 1 2 3 اوكي، الاي او اس 13 اسرع من الاي او اس 12. سكر، نفتح اب ستور. الاي او اس 12 اسرع من الاي او اس 13. سكر، نفتح معاكم الساعه. الاي او اس 13 اسرع من الاي او اس 12. نفتح معاكم الكاميرا. الاي او اس 13 اسرع من الاي او اس 12. نفتح معاكم سفاري. طبعا الموقع هذا غير الموقع هذا، لكن اي او اس 13 هنا صار اسرع من اي او اس 12. طيب لو نفتح معاكم ملاحظات، 1 2 3 اي او اس 13 اسرع من اي او اس 12. نجرب معاكم نحاسب لكم من الاعدادات من هنا، فنضغط 1 2 3 اي او اس 13 اسرع من اي او اس 12. نجرب معاكم الاي موفي، سوي اخراج لكم عن المقطع. نجرب الحين معاكم طول المقطع ساعة و9 دقائق و22 ثانية والاشياء ذي كلها. المهم نضغط دن، تم، نسوي اخراج. نضغط هنا هنا نشوف من اللي يسوي اخراج قبل. نسوي حفظ الفيديو، احنا عطينا ريزولوشن، نضغط عليهم اثنينهم 720. 1 2 3 نشوف من اللي يخلص قبل. اوكي، مثل ما نشوف هنا خلص. فالايفون 10S على الاي او اس 13 خلص اسرع من الايفون 10R على الاي او اس 12، كذا الاي او اس 13 يقلب الاي او اس 12. يعتبر عادلة، ليش؟ لان وضوح الفيديو نفس الوضوح، المعالج اللي هنا نفس المعالج اللي هنا، يعتبر نفس الجهاز يعني. وبرضه مثل ما قلت لكم الستورج او الذاكره نفس الذاكره سرعه الذاكره. اوكي خلص الحين هنا، فالاي او اس 13 مثل ما قلت لكم اسرع من الاي او اس 12 تقريبا. هذه الاشياء كلها لو بنجرب مثلا نحمل برنامج، نخش هنا نجرب الاوتلوك. اوكي 1 2 3 نضغط هنا. اوكي بداوا يحملون اثنينهم بنفس الوقت، نروح هنا نشوف اثنينهم قاعدين يحملون، نشوف من اللي راح يحمل اسرع. مع ان ابل قالت في الاي او اس 13 اسرع في التحميل اصلا، بحجم البرامج يكون اصغر على كلامها. نقدر نجرب الحين على المهم يحملون، نشوف احجام البرامج. يمكن لازم المبرمج يكون عنده الخيار انه يصغر البرنامج
لغة البرمجة. حجم البرنامج هنا 229، حجم البرنامج هنا لا والله صار أكبر، أو يمكن لنا ميزات في الآيفون تنس أكثر، أو حجم الشاشة ما أدري. توقع أن المبرمج فتحت لابه في الكودينج، هذا اللي جينا في المؤتمر صح، أن المبرمج نفسه الحين صار يجب يسوي الكودينج حق البرنامج، عنده خيار يسوي الكودينج أقل، فبيكون حجم البرنامج يكون أصغر، فلازم تحديثات من نفس المبرمج حق البرامج يصغرهم. مثل ما نشوف الحين ما توقع في فرق، لين هو نفس الرينج، فخلاص خلصنا من حركة التحميل. فأتوقع هذه كل الأشياء لاستخدامك اليومي. أوكي، مثلا تشغيل الجهاز هذا أسرع من هذا، لكن مثلا الإخراج، ما الإخراج لايوس 13 أسرع من لايوس 12. لو بنفتح التقويم مثلا، أوكي لايوس 13 أسرع من لايوس 12. ألبوم الصور ما أقدر أفتحها، مثلا شورت كاتس أو اختصارات برضو لايوس 13 أسرع من لايوس 12، وما أنه في شورت كاتس كثيرة أكثر من هنا وهذا أسرع، فالأصل كان يكون هذا أسرع من هذا لأن هذا أقل فيه شورت كاتس من هذا، لكن مثل ما نشوف صار أسرع هذا. فيعتبر في تحديث في الآيفون 10S على لايوس 13 في أشياء أسرع بكثير من لايوس 12، فحركة حلوة من أبل. لو نجرب الحين مثلا نشبك للشبكة السريعة، هنا يعطي لك مثلا الشبكة المشهورة أو البابليك المفتوحة، مثل ما نشوف هنا يقسمهم الوايرلس برضو، هنا ما يقسمهم، لو نضغط على الشبكة هنا المفتوحة يشبك اثنين مع بعض. نجرب معكم تحميل ونشوف مثلا حجم ذا كم. اوكي 92 هنا وهنا 92 نفس الحجم. خلينا نجرب معكم نحمل هذا مرة ثانية، نضغط تحميل نفس الوقت، هذا طلع الصوت قبل هذا، لكن نشوف من اللي حمل قبل. هذا بدأ، هذا بيخلص طبعا، هذا ما بعد يبدأ. اوكي بدأ. هل لايوس 12 راح يحمل قبل لايوس 13؟ اللي نشوفه طبعا لايوس 12 راح يحمل قبل، مثل ما نشوف لايوس 12 خلص ولايوس 13 تمو في النص. هذا تقريبا على سرعة الانترنت، ما بسرعة فتح البرامج الأشياء دي. لو بنجرب نقل في نفس أب ستور نشوف، هذا أسرع بشكل بسيط، مع أنهم قبل شو برضو في نفس الشبكة، لكن ما أدري شو السالفة. على الشبكة البطيئة كان لايوس 13 أسرع من لايوس 12، الحين لا، على الشبكة السريعة لايوس 12 أسرع من لايوس 13. مثل ما نشوف أسرع بجزء بسيط، لايوس 12 أسرع برضو، لايوس 12 أسرع، فانقلبت الآية الحين. نجرب سفاري، جربنا قبل شوي لكن الحين نجرب على مثلا موقع أبل. مثل ما نشوف كنا أول في لايوس 12 لصرنا نتنقل بين اللغة والفيسات، لازم ما عندنا ذا الخيار، نضغط هنا نروح الفيسات، نضغط هنا نحول اللغة. الحين في لايوس 13 لا، الفيسات صارت الحال هنا واللغة عندك الحال هنا، فحركة حلوة. طيب نفس الموقع، موقع أبل، نضغط 1 2 3، أو نخلي نضغط عليه 1 2 3. واو، ما أدري إيش الفرق، أو مدى أسرع ما أدري. طبعًا خلص اثنين في نفس الوقت، لكن هنا راح الكلام اللي هنا، لكن من اللي خلص في نفس الوقت اثنين خلصوا، ما شفت فرق. نجرب نشوف الكينوت. طبعًا هنا في سهم تحت ضغط لنا، مثل ما نشوف هنا أبطل من السهم، لكن الكلام اللي راح اللي هنا. نجرب نشوف الكينوت، نضغط نشغل الكينوت، فمثل ما نشوف ما في فرق اثنينهم. سي بريفيو نجرب، لا يسيرتين هنا أسلم من يستوف بقليل، مثل ما نشوف سلاسة اثنينهم ممتازين، اثنينهم ما يقطعون. طبعا هنا ما في ذا الحركة، مثل ما نشوف موجود السهم لكن ما تقدر تسوي الحركة ذي، يعني في الايو سيرتين تقدر تلعب هنا، حركة حلوة. نقدر برضو نحمل مثلا لو في مقطع وصورة، نشوف مثلا صورة، ايه النظام مع الابل، وابل ما تبيك تحمل اصلا صورة حقتهم في المواقع. طبعا الشيء اللي ما عجبني الحين في النظام الجديد، انا شاري ذا الجهاز علشان اللي فيه هابتيك انجن، قطعة اللي داخل الحين صارت القطعة ما تشتغل هنا، مثل ما نشوف نفس الحركة نفس هذا في النظام الجديد. الحين في الـ 10R تقدر تسوي نفس الحركة اللي هنا، يعني هنا ما موجودة على بعض البرامج موجودة، او ان مثل ما نقول على بعض الخيارات، مثلا هنا لو بضغط هنا مثل ما نشوف موجودة، مشكلة يعني بالنسبة لي القطعة الداخلية اللي موجودة، انا شاري جهاز علشان ذي القطعة، فهذا الدليل ان ابل اصلا بترجعها صح القطعة، لكن يعني بترجع بعض التحديثات الثانية الثالثة او لو نزل رسمي راح تشتغل القطعة ذي، لكن الحين قاعد تجرب على الايفون الجديد، هذا الدليل ان كل الايفونات ما راح تكون فيهم القطعة ذي، راح يخلونها كلهم على سوفت وير نفس الحركة اللي الحين موجودة هنا، دي حركة سوفت وير. الجهاز ما يحس بالضغط، لا تضغط عليه تم ثواني بعدين يفتح. اتمنى ابل ما تكنسل هالقطعة ذي، لانه بالنسبة لي شيء مفيد جدا 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 في الايفون. يعني مثلا الحين على الايوس 13 على الايفون مثلا اس اي، هنا مثلا ما بموجود الحركة لان هذا مو بالايوس 13، هنا مثل ما نشوف نزلت على الايفون اس اي موجود الحركة، فابل تبي تقلب الحين الجوالات، حتى الجوال اللي ما فيه القطعة، قلنا اصلا يوم نزل الاس اي ما كانت الشركة انها بتتكلم عن 3 دي تاتش، لكن احنا ابل حطها تحت بالجهاز القديم اللي ما توقع انها بتنزل فيها. هذه هنا الايوس 13 راح تندعم ذي الحركة، فتقريبا أبل إن شاء الله ما يكون صحيح الشيء ذا إنه بتكنسل 3D Touch،
او الهابتك انجن القطع الداخليه. طبعا شاع قوي انه بتكنسله والله ما ادري. طبعا اذا كنسلت عندها المجال تكبر البطاريه, بما ان هنا كبيره البطاريه ان القطع اللي داخل مو موجوده هنا, فعندها مجال تكبر البطاريه. بس تقريبا هذه السرعه وهذا الاستخدام للجهاز وبكذا خلاص. ففي نهايه الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناه ونشر المقطع وملايك المقطع. طبعا الحين اللي جربنا احنا يعتبر نفس الجوالين, لكن ما عندي ايفون 10 على الاصدار اي او اس 12 عشان اجربهم, فاخترت الايفون 10R الاصدار القديم عشان اجربهم. فان شاء الله عجبكم الفيديو. اللي يبيني تحت اسوي مثلا مقارنه بين الايفون 6S مع الايفون 6S برضو على الاي او اس 13 والاي او اس 12 يكتب لي تحت في التعليقات. وبس, السلام عليكم.